أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا وأنتم من تقولون إني أنا. النهاردة الحلقة الثالثة والأخيرة من السؤال الوحيد اللي سأله رب المجد لأعمى بيت صيدا، وقلنا المعجزة دي معجزة فريدة ومعجزة عجيبة ومعجزة غريبة ومعجزة وحيدة اللي تعملت على مرحلتين. في الحلقة الأولى تأملنا في المعجزة، في الحلقة الثانية تأملنا في السؤال، الحلقة دي هنتأمل في مركزية المعجزة وإزاي حصلت، كيف حدثت هذه المعجزة. فهناخدها على جزئين. يعني أولا مركزية المعجزة، عشان كده دايما يقولوا لي يعني إيه الوحي. أنا نفسي في مرة، مش عارف إزاي، مش هتيجي مع الأسئلة بس يمكن تيجي متفرقة، يعني أفهم الناس يعني بالنسبة لي أنا إيماني أنا ليه ده كتاب موحى به من عند الله. يعني إيه العبقرية اللي فيه؟ يعني ما كتاب ممكن حد يألفه، لا. أنا هقول لكم ليه في أشياء صعب جدا جدا نتخيلها بالذات في القرن الأول الميلادي. يجوز في ناس النهاردة تعرف تقلدها، لكن إن الناس دي تكتبها وناس ما تعرفش بعض، يعني كل كاتب إنجيل ده ما كانش قاعد مع التاني خالص، بالعكس دي مراحل طويلة جدا جدا. مرقس ما كانش من التلاميذ أصلا، لوقا ما كانش من التلاميذ أصلا، لوقا كان صديق بعد كده لبولس الرسول من أعمال 16، يعني لم يرافق بولس إلا متأخرا كمان. عموما نرجع للمركزية المعجزة. في مرقس 8:18 يقول لهم إيه؟ ده بيقول للتلاميذ بقى، ألكم أعين ولا تبصرون؟ كأنه بيقول لنا كلنا، ما قلنا التلاميذ دول أنتوا عمي؟ أنتوا عمي؟ أنتوا مش شايفين؟ ألكم أعين ولا تبصرون؟ أنتوا شعبي؟ أنتم أولادي؟ أنتم تلاميذي؟ أنتم أتباعي؟ ألكم أعين ولا تبصرون؟ بعد الكلمة دي دخل، جاء إلى بيت صيدا، وهم كانوا لوحدهم، يعني في الجزء ده كانوا لوحدهم في السفينة، في السفينة لوحدهم. أول ما وصلوا جاءوا إلى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى، وكانوا لسه بيتكلم عن الأعمى. بس بعديها بقى في آية 29 من نفس الإيه؟ من نفس الإصحاح، في 29 يقول الكتاب، فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح ابن الله. اتفتحت عينيهم، فهموا طبيعته، فهموا مين هو المسيح الحقيقي، مش اللي هو قاعد معهم بيعمل شوية معجزات. لا لا لا، المعجزات دي عملها أنبياء قبليه، حتى إقامة الموتى. مش هو ده المسيح، مش هو ده المسيح اللي احنا عايزين نعرفه أو نبشر به أو نفتخر به. لا، مسيحنا هو مخلصنا، هو ابن الله الحي، ده اللي احنا عايزين نعلنه دايما. فكان ما عندهمش، كان عندهم عمى، اتقابلوا مع شخص أعمى فتح على مرتين، هم كمان فتحوا على مراحل، مش على مرتين، على 20 مرحلة، يعني أخذوا وقت طويل عشان يشوفوا وعشان يعرفوا وعشان يعلنوا الإعلان ده. على فكرة بطرس أعلن هذا ويقول الكتاب وهكذا التلاميذ، يعني كل التلاميذ أجمعوا، ما كانش إعلان لبطرس. بطرس هو اللي نطق، لأن هو كليم التلاميذ، كان بهم اسمه كده كليم التلاميذ، هو المعبر عن التلاميذ. حتى لما قال لو كل الناس أنكروك أنا مش هنكرك، وهكذا قال التلاميذ. يعني دايما بنظلم بطرس، وكأنه بطرس ده يعني الوحيد اللي، لا لا لا، كلهم كانوا متضامنين مع بطرس في كل شيء. لما في موضوع نزفة الدم مثلا، لما لام المسيح بطرس هو المتحدث، بس مش أكده، دي المشكلة، بطرس هو المتكلم بس باسم التلاميذ، يعني التلاميذ بيشاوروا بعض، التلاميذ يعني كلهم متفقين، فمش بطرس. يعني الكنيسة، يعني الكنيسة هنا هم اللي احنا بنتكلم عنهم هنا. فدي في مركزية المعجزة. شوفوا ما بين الآية 18 لما بيقولهم ألكم أعين ولا تبصرون، والآية 29 لما انفتحت أعينهم وفهموا وأعلنوا مين هو المسيح، وبينهم هذه المعجزة. لكن كيف حدثت المعجزة بقى عشان نعرف دور كل واحد فينا في معجزة بنطلبها لغيرنا؟ يعني كتير بنتصلي لأجل آخرين. أنا مقتنع أن أنا أصلي لأجل أوغندا والأمريكا وللعراق وللصومال، ماشي، لكن ما ينفعش أصلي بس من أجل الناس اللي موجودين في مصر. الصلاة في الحالة دي مش كافية خالص، لازم أعمل، لازم أكون جزء من تحقيق الصلاة. لو أنا مؤمن بالصلاة بتاعتي دي، أبقى أنا واحد من ضمن الناس اللي بيعملوا كل جهد ممكن عشان الصلاة دي تتحقق. أنا هديكم نموذج في الصلاة الربانية. في الصلاة الربانية بنقول
خبزنا كففنا أعطينا اليوم. خلوا بالكم، أولا هي صلاة جماعية مش فردية، عشان كده بتصلى في الكنيسة أكتر. مش إنه ممنوع بس ما ينفعش. أنا بقول له إيه؟ أبانا الذي أبانا أبانا يعني إحنا إخوة، مش بس هو أبويا، لأ يعني أنا جاي بعترف له في أول اعتراف كده إنه وإحنا جايين كده مع بعض أولا قبل يعني جنب أو أول ما بعترف إنك أبونا معناها إن إحنا إخوات وإنت وإحنا أولادك. ف نكمل بقى للآخر، خبزنا كفافنا من ضمن الصلوات، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. دي أنا بصليها إزاي؟ للأسف ناس كتيرة جدا بتفكر في اللحظة دي في ظروفها هي المادية بس، مش في ظروف اللي حواليها يعني، أو ظروف ولادها مثلا. ما أنت بتصلي، لما بتصلي لأجل زوجتك، لأجل ولادك، لأجل والدتك، لأجل، أنت لسه بتصلي لأجل نفسك، أنت لسه في الأنانية، في الأنانية. أنت لما أوقات لما بتصلي لأجل كنيستك أو طيفتك أنت لسه في الأنانية، لسه لم تتعلم المسيح. في أفسس 24 بولس يقول لكنيسة أفسس: وأنتم لم تتعلموا المسيح هكذا. المسيح اللي وصل لكم ما كانش كده، أنتوا ليه كده؟ فهنا لما بنقول خبزنا، أنا هنا كأني بقول يا رب أنا من ضمن المسؤولين على توزيع الخبز ده بشكل عادل بحيث ما فيش حد يبقى محتاج. فأنا عيني مفتحة على اللي حواليا، الدائرة اللي حواليا هي مسؤوليتي، مش محافظة المنيا، مش محافظة القاهرة، مش أسيوط، مش البصرة، مش تونس، لا، أنا اللي مسؤول عنه هي الدائرة اللي حواليا. أبقى مطمن، أبقى متأكد، لو عندي فايض لازم أشارك. هي دي خبزنا كففنا. مش هيكفي ربنا الخبز ده عن طريق إرسال غراب زي ما عمل مع إيليا، لا، بإن إحنا نفسنا بنشارك. شوفوا هنا عمل زي كيف حدث المكتب، قال الكتاب: جاء إلى بيصر فقدموا إليه أعمى. يبقى في أصدقاء، في أصدقاء. قد إيه بنقدم ناس للمسيح، بنحضر ناس للمسيح، بنجيب ناس للمسيح. لينا دور إن الناس دي مش بس تيجي الكنيسة، تعرف المسيح، تتقابل مع المسيح. فقدموا إليه أعلم وطلبوا إليه، صلوا طلبة يعني سنة. يعني مش مجرد جابوه، طلبوا إليه أن يلمسه. قد زي بالضبط اللي حصل مع المفلوك، الأربعة اللي جم شالوه دول محتاجين أصدقاء زي دول، ومحتاجين نكون إحنا أصدقاء لناس محتاجة، ناس حوالينا جماعة بتصرخ، ناس تعبانة من أشكال كتيرة غير المرض الجسدي اللي باين، ناس يأسانة، وناس عايشة في وحدة، وناس في يأس، وناس عايزة تنتحر. كل الأشياء دي موجودة فعليا، وناس عايزة اللي يسمعها بس أوقات، لا طبيب نفسي، مجرد تحكي، مجرد تطلع اللي جواها بس. يعني لأن العالم بقى سريع أزيد من لازم، وبقى أناني أزيد من لازم، وكل واحد عايز يحط في باله أنه الوقت مش هيسعني، يا دوبك أنا وعيلتي. دي حرب، يعني هي دي الحرب الروحية، ده نجاح إبليس الغير عادي، أنه يخلي العالم بالريتم ده ونحن مش قادرين نقف مع نفسنا، ومش قادرين نقرب من حتى الأصدقاء، حتى اللي كانوا في يوم من الأيام أصدقاء. قدموا إليه وطلبوا إليه. قد إيه إحنا عندنا استعداد نعمل حاجتين دول على الأقل؟ لما نعمل دول هتحصل المعجزة. من غير دول ما كانش الأعمى ده شاف المسيح، ما كانش حصلت المعجزة لا على مرحلة ولا على مرحلتين. كان المسيح دخل بيت صيدا وخرج، طبعا افتراض، أنا بقول افتراض، لكن 100% كده. لأن خلي بالك في الـ 12 مرة فيهم معجزات جماعية شرحتها اللي عملها المسيح، يقول الكتاب قدموا إليه، يعني في ناس من العيلة، لكن في ناس من أصدقاء. يعني مش دايما الأب والأم، مش دايما الأخ والأخت، لا، في أصدقاء. بالإضافة طبعا أنا بخاطب دلوقتي أولياء الأمور، الأهل، الأب والأم. لو ابنك لسه ما يعرفش المسيح، يعني اهتم وصلي واصرخ واطلب أنه يعرف الرب. دي مسؤوليتك الأولى، أهم من أي مسؤولية تانية. أنا دايما بقول وانصح، لما يحصل الميلاد الأول في اللحظة دي هو بيحصل الميلاد الأول، قول يا رب أنا مش عايز الميلاد الأول إلا لو ضامن الميلاد الثاني. يا فرحتي بستين سبعين سنة وأبقى محروم منه في الأبدية. يعني إحنا ضد الإجهاض، لكن في الآخر يا رب ما تسمحش أن نبقى فرحانين كعيلة بميلاد أول ونبقى مغمومين طول العمر أنه ما حصلش الميلاد الثاني. ونشوف بعض الحلقة اللي جاية.